ليندو في ألمانيا. تقع مدينة ليندو التاريخية بالقرب من نقطة التقاء الحدود النمساوية والألمانية والسويسرية في الجزء الشرقي من بحيرة كونستانس. يتم توصيل المدينة مع البر الرئيسي عن طريق الجسر والسكك الحديدية. مدينة ليندو هي مدينة كاملة من المباني في القرون الوسطى والنصف الخشبية، كما أنها من المعالم السياحية الشهيرة. تقع مدينة ليندو التاريخية على جزيرة ليندا التي هي متصلة مع البر الرئيسي بواسطة جسر طريق وجسر السكة الحديدية إلى محطة ليندو. يمكن أن تستمتع في ليندو بكل ما فيها من عوامل جذب سياحية مميزة، بالإضافة إلى التمتع بجولة في القارب لترك الميناء الصغير والجلوس والتمتع بإطلالة جميلة من النمسا وسويسرا وجبال الألب عبر البحيرة. ليندو ليست منطقة جذب سياحية معروفة للناس الذين يعيشون خارج أوروبا، ومع ذلك فإنها مليئة بالسياح طوال فصل الصيف. حتى في البرد أو الأيام الممطرة هناك الكثير من السياح في الجزيرة. حقا إنها مكان عظيم لتكون البلدة القديمة والجميلة والجيدة والرائعة.